منذ ما يقارب من 300 عام والمبنى البريطاني الأشهر على الإطلاق 10 داونينج ستريت يؤهل لاستقبال الشخصية الأكثر تأثيراً في المملكة المتحدة. المبنى الذي يعود للملك جورج الثاني يفتح أبوابه الآن لزائر جديد. ترى ما هو؟ وما حكاية ذلك المبنى؟ سأحكي لكم حكايته. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. من أمام باب منزلها الشهير ألقت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أول خطاب رسمي لها منذ توليها مهام منصبها، والذي أعلنت فيه ولاء الحكومة للملك الجديد تشارلز الثالث. تراس هي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة رقم 15 والأخيرة في عهد الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، حيث رحلت الملكة بعد يومين فقط من التصديق على أوراق تعيينها بعد ظهورها الأول أمام أشهر منزل في بريطانيا. لما لا نخبركم عن قصة ذلك البيت، تابعونا. في البداية ذلك المنزل يقع في شارع داونينج ستريت، أشهر شارع في قلب العاصمة لندن في إنجلترا، والذي يطل عليه منزل رئيس الوزراء ومنزل وزير المالية. يسكن رئيس الوزراء في المنزل رقم 10 بينما يسكن وزير المالية في المنزل رقم 11. هذا وقد أخذت التسمية من اسم السير جورج داونينج الذي بنى العديد والعديد من المنازل المطلة عليها في أواخر القرن 17 الميلادي بعيداً عن المنزل رقم 11. فأهم البنايات في الشارع هو ما يحمل الرقم 10، يسكنه رئيس الوزراء، رئيس وزراء المملكة. أما عن قصته فتعود لعام 1732 للميلاد، حينما منح الملك جورج الثاني المنزل للسير روبرت والبول الذي كان في ذلك الوقت رئيساً للوزراء. ظل المنزل على هيئته الأولى لأكثر من 30 عاما، حيث لم يشهد أي تغيرات سوى في عام 1762 الميلاد، وذلك بعد أن تم بناء الجزء الأمامي من المبنى. بعد مرور قرنين كاملين وبالأدق هنا في الستينيات من القرن الماضي، أعيد بناء المنزل من جديد، تحديداً المنزل رقم 10 الذي نتحدث عنه، بالإضافة إلى المنزل رقم 11 خلف واجهتيهما الأماميتين القديمتين. إذن من لا يعرف الباب رقم 10؟ هو عنوان قديم ومعروف في جميع أنحاء العالم، وليس فقط مقر للإقامة الرسمية لحكومة المملكة المتحدة أو المكان الذي يعيش فيه رئيس الوزراء، بل هو مصنع لاتخاذ جميع القرارات الكبرى والعظمى على الإطلاق. نعم إنه معروف، لكنه متواضع للغاية مقارنة هنا بمساكن أخرى لقادة العالم، مثل البيت الأبيض للرئيس الأمريكي، أو قصر الأليزيه للرئيس الفرنسي، أو فندق ماتينيوم في باريس. لكنه شهد قرارات هامة للمملكة المتحدة العظمى التي لم تغب عنها الشمس يوما من الأيام. فالقصر وساكنوه كانوا ولازالوا من أكثر الشخصيات تأثيرا في سياسات العالم على الإطلاق وتغيير مسارات الشعوب. فبعد أن رحل عنه ساكنه الأخير بوريس جونسون، بدأ القصر التاريخي هنا يستعد لاستقبال الساكن الجديد وهي ليز تراس، التي تتأهب لعهد جديد في ظل ملك جديد. برأيكم كيف إذن حصل هذا المبنى على هذا القدر من الأهمية على الساحة العالمية؟ هل بفضل شخصية ساكنه أم بفضل تاريخه؟ شاركونا بأرائكم. يقال بين جمال القصور وظلمة القبور تسير الإنسانية بأقدام من حديد وقلوب كالصخور. أتتفقون؟